مستمرة منافسات ميدان الشحانية مع هجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا اليوم. ويسرني نقل المايكروفون لشجاع العتيم. مرحبا باسم البلد وشعبه المخلص وميره، مرحبا ترحيبة الغايب يلا من شاف داره. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير من ميدان التحدي، من ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة. ينطلق شوطنا الثالث للقاية الابكار لهجن اصحاب السمو الشيوخ والسعادة الكرام في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. انطلقت هذه الاسماء وانطلقت هذه الشعارات باحثة عن الناموس في هذا الصباح. نتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الاول، من تحتل الصدارة والانطلاق الاول. نوادر والشعار الغرفاوي، من يحضر في هذا الصباح؟ حجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، من يتقدم مع نوادر على اول الاسماء النقلة والدور الى ثاني الاسماء والى ثاني المراكز. الوصول من ذحاح، ذحاح على ثاني الاسماء، هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب، من يتقدم مع ذحاح على ثاني الاسماء. المركز الثالث الوصول والانطلاق من هذا الشعار ومن هذا الاسم الكبير، من تنطلق مع ثالث الاسماء؟ هنا الوصول والانطلاق من وتر لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يقدم لنا وتر على ثالث الأسماء. المركز الرابع الوصول من شعار هجني أم الزبار مع انطلاقة أوزان هجني أم الزبار، جابر بن علي بن جابر آل نجم المري ينطلق مع أوزان على رابع الأسماء، تغير مع المركز الثالث. المركز الخامس الوصول والانطلاق من المها، المها هجني ام الزبار مبارك بن محمد بن علي بن صرير، وايضا القدوم من قبل الظبي. مرحبا بالظبي، مرحبا بهذا القدوم، هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران شبل المضمرين، من ينطلق مع الظبي على خامس الاسماء؟ من تغير مع رابع الاسماء؟ هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الاسماء المندفعة على ارضية هذا الميدان. نعود مع الشعار الغرفاوي، من يحضر في هذا الصباح مع نوادر؟ نوادر مع المركز الاول، هجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي المدهش في التضمير، يتقدم مع الصدارة، يتقدم مع الريادة باحثا عن الناموس في هذا الصباح مع نوادر. ولكن الخطر من الظبي، من تحت المركز الوصافة؟ الظبي هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، من ينطلق الشبل مع ثاني الأسماء؟ المركز الثالث أوزان، أوزان، أوزان مع ثالث المراكز، مع ثالث الأسماء. من تنطلق بشعار هجن أم الزبار؟
جابر بن علي بن جابر آل نجم المري، من يقدم لنا أوسان على ثالث الأسماء المركز الرابع الوصول من سليل، سليل مع رابع الأسماء، سليل مع رابع التحديات. هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل، برنس المضمرين، من يتقدم مع سليل على رابع الأسماء المركز الخامس الوصول والانطلاق من خامس الأسماء. هنا المها، هجن أم الزبار، مبارك بن محمد بن صرير، المري الوحش، من يتقدم مع المها على خامس الأسماء. ولكن العودة، العودة مع الصدارة، العودة مع الريادة. الظبي غيرت، الظبي انتقلت إلى الصدارة، انتقلت إلى الريادة، متقدمة بشعار هجن الشحانية. هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري، من يتقدم مع هذا الاسم وهذا الشعار الكبير وهذا الاسم الخطير؟ إنها الظبي، إنها الظبي، من تحضر مع أول الأسماء وعلى أول التحديات. ولكن أوسان، أوسان، أوسان مع المركز الثاني. هجن أم الزبار، جابر بن علي بن جابر آل نجم المري، من يتقدم مع أوسان على ثاني الأسماء المركز الثالث الوصول من نوادر، نوادر هجن الغرافة. سالم بن عامر المتهوشي المتهش في التضمير، من يتقدم مع هذا الاسم وهذا الشعار؟ وصلت سليل، وصلت سليل، سليل مع رابع الأسماء، سليل مع رابع التحديات. هجن الشحانية، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. انطلقت سليل مع ثالث الأسماء، جار الله بن محمد بن عقيل، برنس المضمرين. ولكن الظبي، الظبي، أوسان، 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 غيرت مع الصدارة، غيرت مع الريادة. هجن أم الزبار، هجن أم الزبار، من يتقدم مع أوسان بالنجم، بالنجم. ولكن سليل، سليل، هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل، برنس المضمرين. أوسان وسليل، أوسان وسليل، ولكن سليل، 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 أوسان، أوسان، أوسان. هجن أم الزبار، جابر بن علي بن جابر آل نجم المري، صاحب الأوسان الثقيلة، صاحب الأسماء القوية، إنه يتقدم مع أوسان، أوسان، أوسان. الإنتاج الفاخر، الإنتاج الفريد من نوعه، ينطلق هذا الشعار الكبير، هذا الشعار العنابي، شعار هجن أم الزبار مع أوسان، جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. سلام يا أوسان، سلام، سلام يا بن نجم، سلام على هذا الفوز والانتصار. أوسان مع الناموس المركز الثاني، سليل، هجن الشحانية المركز الثالث الظبي، هجن الشحانية المركز الرابع نوادر، هجن الغرافة المركز الخامس الشاينية، هجن العاصفة تهانينا. والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لهجن أم الشبار على انتزاع أوسان لناموس هذا الشوط. جابر بن علي بن جابر آل نجم المري، من قدم أوسان في هذا الصباح مع هذا الشوط المثير. التوقيت الزمني ساعة وصول أوسان إلى خط النهاية منتزعة. هذا الشوط 7:34، 44 جزءا من الثانية تهانينا. والناموس المركز الثاني كانت سليل، هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل. 7:35، 96 جزء من الثانية تهانينا. والناموس المركز الثالث كانت الظبي، هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري. 7:39، 22 جزء من الثانية تهانينا. والناموس لجميع الفائزين.